I'm so excited ان انا هنا النهارده في شارك تانك. كنت دايما بتفرج على الموجود في امريكا وكان طول عمري نفسي اطلع عليه. لما عرفت ان هو في مصر كنت متحمسه جدا عشان اجوين، وانا متاكده الشاركس هيعرفوا يساعدوني in so many ways في المشروع بتاعي. I can't wait ان انا اقابلهم. ان شاء الله الشاركس هيبقوا لذاذ معايا عشان انا صغيره. مامتي وبابايا معايا النهارده وهما كانوا سبورت كبير ليا في المشروع بتاعي. hopefully ياخدوا الديل ويبقوا مبسوطين فيني. انا عارفه كده كده هما they're proud. كنت تقريبا كل يوم بالليل ببراكتس مع مامتي وبابايا، كنت بمثل ان هما شاركس وكنت بقعد يلا كويز مي معرفش ايه، قولوا لي الاسئله. كانوا بيمثلوا مثلا ايمن عباس ومحمد فاروق، فحسن this helped me a lot. انا مش خايفه قوي من حاجه، انا بحس نفسي بني ادم كونفيدنت يعني، بس هوبفلي الاسئله تبقى لذيذه. يعني سؤال صعب، مين اكتر شارك انا عايزه انبست معايا؟ عايزه دينا غبور، انا عايزاهم كلهم. عايزه دينا غبور، هند صبري، ايمن عباس. خايفه من ايمن عباس شويه، حاسه اسئلته ممكن تبقى انترستينج، بس عايزاهم كلهم ينبست. عايزه all five.